هل سمعتم يوما عن امرأة أخمدت نار عشقها دون إحساس بالذنب؟ إذا لا، أنتم لم تقرأوا جيدا تاريخ النساء ولم تغرقوا يوما في قلب أنثى. ففي قسوتها قسوة الحجر، وفي رقتها رقة الورد والمطر. فإن أحبت فاعلم إنها أحبت بصدق، وإن تلاعبت بها قست على قلبها وعليك. قست على قلبها وعليك. الحياة لا تتوقف لتحطمك، ولا الكون يتجمد لكونك قد كسرت. ولن تقام طقوس العزاء لأنك حزنت، ولا يقف العالم عند لحظة بكيت فيها، ولن تقف الدنيا لتنتظرك حتى تستجمع فتاتك. على الأرجح لا أحد ينتظر وقوفك إن سقطت، لكن كل شيء مستعد أن يقف فوقك ليرتفع. إذا قف وانهض ورمم نفسك بنفسك، بمجرد أن تعرف الحقيقة لن تعود كما كنت. على طهارة قلبك ترزق، فلا تبالي. من يريد القمر لا يتجنب الليل، ومن يرغب في الورد لا يخشى أشواقه، ومن يسعى إلى الحب لا يهرب من ذاته. كن سيد مزاجك، لا تدع أحدا ينتزع منك شغفك لشيء. افعل ما تحب ورافق من تحب، وكن كما تحب. محراب الروح هو ذلك المكان المقدس الذي لا يدخله إلا من يشبهك في كل تفاصيلك، وكل من يكمل نصاب روحك. لدي إيمان راسخ أن الإنسان الجيد الذي يحمل في داخله بذرة أصيلة طيبة، ونشأ على السجايا الحنينة والأخلاق الكريمة وضربت جذورها في أعماق تكوينه، لا يستطيع أن يكون سيئا. حتى ولو حاول سيفشل، سترفعه عن القاع رغما عنه. عاهدت نفسي أن أغير بعضا من طباعي، أن أصمت أكثر مثلا، أن لا أبادر بالسؤال دائما ولا أبرر لغيابي، أن أوسع للعزلة مكانا أكبر، أن أقلل من العلاقات والتكلف، أن أظهر بشكل سعيد دائما مهما اشتعلت الحرائق في صدري. لا تنحني لتلقط ما سقط من حياتك، لأنك إذا انحنيت يسقط الأكثر. أكمل طريقك وستقابل الأفضل. لا تجلد ذاتك بالتأنيب، لا تعاقب نفسك بالألم على أشياء ليس لك يد فيها. لا تدفع من مشاعرك ضريبة تقصير غيرك. إذا لم ترأف أنت بنفسك، فلا تنتظر أن يقوم بالمهمة شخص آخر نيابة عنك.